فالآن قدروا الصاعة، فبعضهم قال الصاع كيلو ونص تقريبا يأتي الصاع، لأن الصاع أربعة أمداد والمد ما يملأ الكفين، يعني هذا مد تملأ الكفين، هاي يسمونه مد، كفين الإيد طبيعية، واحد مصك ولا واحد ضعيف، الإنسان الطبيعي ما يملأ كفيه يقال له مد، يقال له مد. الصاع أربعة أمداد، يعني تشيل بيدك وتكت وتشيل وتكت وتشيل أربعة أمداد، هذا يسمى صاع، هذا يقال له صاع. وقدر عند بعض أهل المقاييس وكذا وبعض المجمعات الفقهية قالوا إنه كيلو ونص، بعضهم قال كيلو ونص 600، بعضهم قال كيلو 700، بعضهم وصلها إلى 3 كيلو. فالأحوط أن الإنسان يخرج 3 كيلو احتياطا عن نفسه وأهله، وإن أخرج أقل من ذلك كيلو ونص أو كيلو 600 لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، لكن إلى 3 أحوط، إلى 3 كيلو أحوط أن الإنسان يخرج هذه الزكاة عن كل شخص 3 كيلو. يا الآن كم كيلو العيش؟ العيش الوسط، مو التب ولا الردي، لا الكيلو، الكيلو الكيلو إيه 400.5 دينار كذي ولا أقل؟ نص دينار الكيلو، إيه يعني القصد إنه يعني يوصل كم؟ قلنا كيلو ونص، دينار ونص تقريبا، دينار ونص كيلو ونص. خيشة العيش 5 كيلو تطلع بكم تقريبا؟ دينارين، دينارين ونص تقريبا على نوع العيش. على نوع. الشاهد ان الانسان يحاول انه يخرج قريب من 3 كيلو عن نوع نوع، يعني انت خمسة في البيت مثلا 15 كيلو، 10 في البيت 30 كيلو، وهكذا يعني تخرج عنك وعن اهلي بيتك.